كمان قابلنا عصام كاريكا وكشف لنا عن تجربته في البرنامج. انا كنت دير المشاهير لما فاز توني، وتعرفت عليه وشخصية جميلة ومحبوب وممثل رائع يعني، فعشان كده اول ما قالوا لي توني على طول قلت يلا، وكمان معانا جينو اخويا وحبيبي يعني الساحر، فتبقى حلقة جميلة مهضومة ولا يلعب بود كمان. فأما عرفت بالكوكبة دي كلها قلت يلا على طول. اما اخباره الجديدة فهيحكيها لنا النجم عصام كاريكا دلوقتي. انا اغنيتي باذن الله يعني هصورها كمان اسبوعين، وهي غنوة مغربي هندي، ده لي انا. والجديد بقى الاستاذ رغب علامة لحن جديد كده، غنوة غريبة الشكل عليه وعلي انا كمان.